طلع صيدة إيه مسح الموتر وركب وطاح بنصف الغمارة قص قصة الحريم وجاك مفتوح نزرارة في هذا البلد وجميع بلدان المسلمين بشرط أن يشغله في نفسه وأن يجعل كيده في نفسه بمن أعان في هذا المنطقة وجزاهم الله خير كذلك حتى ذرية الأنبياء على مساندتهم ولن يجد التوفيق تفشل هجمه وتشبيه وكفلان وبروتكتين تسعين ألف نبلش من خروف الطلعة لعلي أعمل صالحا فيما ترك يأتي الخطاب والرد من الله عز وجل كلا من بدنياه اشتغل وغره الله عباك الله رحم الله حرم غيرك الله يقول لي ولك يا كريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء خشم الجبين تقول الله يرفع قدر جاني اليسار والله يدك بعد أنت وأنا ما تل هذا الأنف وهذا الجبين إلا حطه قدام عينك اسمع قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابنا ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك جبين صح اليوم سويت لك معصية صح اليوم سويت لك حركة ما ترضي الله صح ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله واحد أي محمد قل أعوذ برب الفلق أي محمد أخبر الناس أخبر الأمة أخبر عبادي عني فإني قريب طيب قريب يا ربي أجيب تمت في منامها أنا وأنت فيمسك التي قضى علي الموت والمصيبة أني والله أسمع أو كذا المصيبة أنك لا تطبق هذه الدنيا شاهدون اليوم نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لكن هذه المرة أنا بلامس قلبي قبل قلوبكم الحبيب عليه الصلاة والسلام نمشي احنا عظمنا الله جل جلاله وذكرنا مواقف الحين بنقولكم عن محمد عليه الصلاة والسلام يا أحبابي يقف بين الصحابة وقلوا اشتقت لإخواني قالوا الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله جل جلاله أرحم بك من أمك أبيكم تتخيلون معي هذه الصورة شفت أمك حلوة اللبن كيف وناس تبين الله منه ولله المثل الأعلى لله لله أشد من فرحك إلا تقول عندي ذنوب إلا تقول عندي معاصي وإلا تقول عندي مصائب الله يناديك الله يبغاك إلا قد كتب الله لك ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا شيء قد كتبه بسهم كلنا مسرحين كلنا عندنا ذنوب ومعاصي قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله هو الغفور الرحيم يا اخي ليه تقنط ربك الله
هذه يمكن عسى ربي اكثر منك، يمكن انكروا بالله عز وجل، لكن تاب وتاب الله جل جلاله عليه جعلنا منهم كلها. ان للمتقين مفازا حدائق، الا من تاب.